ورحيله او استقالته او اقالته او تاويلات على انه اقيل او استقال. السلام عليكم ورحمه الله بقناه عبدو سبور، مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. جمعه مباركه. بخصوص جمال بالماضي وبخصوص المدربين اللي راح يجيبوهم وراء جمال بالماضي والضغوطات اللي راح يديرهم اللي راح يديروهم الاعلام الجزائري، الاعلام ككل، الاعلام ككل ويدير في الضغوطات. هذا مدرب، هذا مدرب، الي لوزيتش، ارفي رونار، الهضره، وهذا مليح وهذا مليح. على كل حال انا جاي غير بالعقل. نبداكم بجمال بالماضي والاقاله والاستقاله. جمال بالماضي اللي حد الان مازال له مدرب الفريق الوطني، حبينا ولا كرهنا، مازال ما خرجت حتى ورقه، مازال ما كاين استقاله، ما كاين اقاله، ما كاين والو. جمال بالماضي عقده حتى 2026، جمال بالماضي عقده حتى 2026. هذه باش تكون في اسمها، نحطوها مليح في راسنا. انت يا مواطن يا جزائري عندك عقدك حتى 2026 وحبسوك في 2025، هل تأخذ مستحقاتك حتى 2026 أو تكتفي بوش الديد تسمح حتى 25 والعام هذاك تعطيه تخليه للشركة اللي كنت فيها؟ كونوا حقانيين خاوتنا، نكونوا حقانيين. هل مستحقاتكم تدوا هذاك العام ولا تخلوه وتروحوا؟ هذا سؤال أول على بالي الإجابة ديالو. كل واحد ما يخلي تعبه وما يخلي ضياع وقته لواحد اخر. هذا عامل، هذه كونطرا درناها نوار سير بلون، كاشيرون كاشيكاري، وتكلمنا عليه وتفاهمنا عليه وانتهى الامر. لكن اليوم شفنا حفيظ الدراجي قصى شويه على جمال بالماضي، عاود ولا قصى شويه على جمال بالماضي. على كل حال حفيظ الدراجي تكلم وتكلم على جمال بالماضي وقال باللي انه ما حبش يسمح في الشهور في العام هذاك اللي بقاله حتى 2026، وهذا حقه. حتى حفيظ الدراجي حط عبر صفحته الرسميه بديئه من التونسيه والجزائريه في كاس امم الافريقيه بكوت ديفوار، وجديد رحيل جمال بالماضي وسوء التفاهم الذي وقع بينه وبين رئيس الاتحاد الجزائري وليد صادي. هذا سوء التفاهم هذا يا حفيظ يا دراجي، قبل ما يكون سوء التفاهم لازم الاتحاديه هي اللي تحط كومينيكي في الموقع الرسمي ديالها انه جمال بالماضي سي بون على العارضه الفنيه، والان بقات بيناتهم غير امور تاع صالار الى يكمل كاع العام يديه ولا يخلص منه شهرين ولا كذا ولا كذا. لكن اليوم حفيظ الدراجي قصى شويه على جمال بالماضي بعد كاع واش صار له جمال بالماضي، قصوا عليه بالكلام هذاك تاع ما واش حاب يطلق، حبوا يدوكا يورونا باللي جمال بالماضي مسمار، شغل ما حبش يطلق الاموال ديالو تاع الكونطرا واش قعد. شغل قال لك حفيظ الدراجي كيفاش جمال بالماضي مع الاول قال لك ندي شهرين وبعد قال لك لا لا خاطوني كاع دراهمي حتى 2026 اللي هي حتى 6 مليون او يورو او اكثر، والله ما على بالي شحال. هنايا نولي لجمهورنا الكريم جزائريين محبين لهذا الوطن، هل جمال بالماضي من حقه يطلق هذوك الاموال اللي قعدت له على عام سما عام في الكونترا ديالو ولا يدي امواله كونطو كيما تفاهموا سما في الكونترا؟ في القانون جمال بالماضي يديهم حتى 2026، لكن جمال بالماضي ما لقاش الاريحيه مع الصحافه، اقولها مباشره ومع بعض الجماهير، ما لقاش الاريحيه من بعض الاشخاص في الاتحاديه، اتكلم نقولها مباشرة، ما لقاش أريحية. كيفاش راح يخلي لك عام هكذاك تديه وما تخلصوش فيه؟ لو جمال بالماضي لقى أريحية ولقى ناس كانوا قراب ليه وشافهم باللي سما دايرين بيه، ومنا ما لحقوش لهذا المواصل كاع، ما لحقوش لهذا المواصل. بلاطوات في بان سبور تتكلم قال لك جمال بالماضي خرجوه من الباب الضيق، علاه خليتوا الناس تتكلم على هذا الإنسان اللي جاب وعمل على هذا الوطن وخسرنا معاه وربحنا معاه وفرحنا معاه وخسرنا في مشواره كله 6 مباريات.
للمعلومة فقط. خسرنا 6 مباريات. الآن نوري لكم واحد صورة خوتنا الكرام باش نقول لكم باللي هنا يا الصحافة ما تتأمنش. الصحافة ما تتأمنش والله ما تتأمن من بعض الأشخاص موش الكل ما تتأمنش. كاين دوزاء كاين أحبابنا وصحابنا والله العظيم غير عسل 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 حبهم للوطن يتضربوا على هذا الوطن. صحفيين كفر إلا الأقلية اللي دار الضغط على هذا الشيء هذا جمال بالماضي منذ 2019 من اللي جاهم ما يضغطوا عليه إلى يومنا هذا حتى وين نحاوه مدرب خسر 6 مباريات. شوفوا معنا الصورة خلاص. هذه الصورة هذه كان علي لوزيتش محبوب الجماهير كما راهو جمال بالماضي اليوم. علي لوزيتش راهو دوك في القائمة تاع المستقدمين. علي لوزيتش راهو في القائمة تاع المستقدمين مع المدربين هو والفيرونا. كيفاش في هذا الوقت شوفوا الصورة خوتنا. ارحل علي لوزيتش كابتك ولايتك علي لوزيتش ضربوه بالقرع علي لوزيتش ضربوه بالقرع علي لوزيتش ودك حابين يعاودوا يرجعوا لنا علي لوزيتش. انا قلت لكم نهار الاول كي سمعت علي لوزيتش قلت لكم اللي راح ولا وش من بنا خلا. علي لوزيتش خلاص عليه الجزائر. الفي رونار ليس بروفيل تاع الجزائر. الفي رونار يخلص 1.2 مليون اورو بارون 1.2 مليون يورو في العام. ولما يجيك هنايا الإبريال الجزائر يحب يزيد الصالاري يزيد كيفاش راح تخلصوا هذه الاتحاديه اللي رانا نقولوا اتحاديه مفلسه ما عندهاش فلوس كيفاش راح تخلص هذا المدرب الكفو الكبير. شتو ولا حقنا روحنا هذه اللي كنا نقولوا بروتيجيو جمال بالماضي غطيو عليه عطوا له ارضيه يخدم لك. لما جاء جمال بالماضي في 2019 كانت ارضيه مهيئه من رئيس اتحاديه من لاعبين من اعضاء اللي كانوا في الاتحاد كل شيء كان يمشي تمام. على بها جمال بالماضي لقاء رياحيه 6 شهور خبطنا بكوب دافريك وموراها 35 ماتش سون ديفات. لما تكون الرياحيه وما يكونش الضغط حتى كانوا حبيبات تاع صحافه اللي كانوا يحبوا يطلقوا السموم ديالهم على جمال بالماضي لكن ما كانوش يقدروا لانه كان محمي من عند الاتحاد ومن عند الشعب. انا اليوم نقول لكم باللي لحد الان جمال بالماضي مازال ماهوش مستقل من الفريق الوطني. ما نقولكوش بشرى للشعب الجزائري باسكو الشعب يحبو بزاف وعلى بالي واش راني نهضر. مام دوك يخرجوا لي 10 20 يقولوا لي ما تهضرش باسم الشعب. انا درت هديه هذه هي اللي بينت لي في قناتي اللي فيها 42,000 متفاهم 42,000 مشترك. شوفوا شحال جمال بالماضي اللي حبوه يريح في الفريق الوطني. شوفوا 91% فاصل 2 ما بانت لكمش كلهم في قناتي حابين يريح جمال بالماضي على العريضة الفنية. دوك يخرجوا لي هذوك 9% يقولوا لي انت شي هذا انت مقدس. معليش خليهم يقولوا انت شي انت مقدس. انا على جال بلادي نشيت والله غير نشيت على جال بلادي والله ما شفت والو على جال بلادي واش ندير والله ما تعرفوني على جال هذا البلد واش ندير خليها في السر. لا علينا احنا اليوم جمال بالماضي لحد هذه الساعه الاتحاديه خرجت بكلام ماهوش رسمي باللي جمال بالماضي تنحى. جمال بالماضي لحد الان مازال عقده يمشي مازال عقده يمشي حتى 2026. الاتحاديه ما خرجتش هي اللي تكلمت. تكلم وليد صادي عبر صفحته في تويتر وفقط قال لهم باللي تلاقي قدرنا وديجا كاين صحافه راهي كذبت هذا الامر. قال لك ما كانش منها قال له شهرين ومنا. لكن وليد صادي كان قال باللي تفاهموا علاش يزيد له شهرين هذا ما كان ويفسخوا العقد ديالو. نتمنى اليوم جمال بالماضي محبوب الجماهير وزير السعاده حتى هذاك اللي قال له وزير السعاده اللي كنت نحط لي فيديو تاعو والله ما نعرف اسمه مليح رشيد عبسه ولا حسين عبسه ولا انا مستاء منه راني زعفان عليه ولا غير راني زعفان عليه لانه في بواكي هناك
تكلم كلام قال لك لازم يروح ولازم كذا بدأ يحضر. هي صح كان لازم عليه يروح، لكن مش انت اللي تقول لازم يروح، لانه انت اللي خرجت كلمه وزير السعاده وقلتها له في لا كونفيرونس دو بريس، وكان هو فرحان وهبط راسه وكذا. المهم سما هنايا هذا نسميه نسميها هد عيانه. هذه هي حنا جمال بالماضي اللي حد الان مازال التوقيع مازال العقد ديالو مستمر حتى 2026. لذلك إخواني الكرام نقول لكم جمال الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وضعت نفسها في مأزق، وضعت نفسها في مأزق كبير، لأنه الاتحادية لحد الآن ما عندهاش فلوس، زيد جمال بالماضي راح، زيد المدرب اللي راح يجي لازم يخلص أكثر من اللي كان جمال بالماضي باش نجيبوا بروفايل كبير. احنا والفنا خاوتنا والفنا أنا خاسر سي ماتش سيزون، احنا والفنا خاوتنا والفنا الربحه والفنا ما كذا نورمال، ما خسرنا في كوب دافريك معليش، بصح لازم بروفايل خير من جمال بالماضي. انا دوك ما تجيبليش الي لوزيت باش يزيدوا يضربوه بالقرع ويقولوا له ارحل الي لوزيت كما الصوره اللي وريتها لكم في الجرائد، لا لا جيب لي بروفايل كبير. كاين تاويلات حبوا يتمسخروا بالشعب ولا يتمسخروا به حنايا كاع الشعب، قال لك زيدان يا ناس يا ناس خموا بالعقل، خموا بعقلنا بعقلنا الداخل. زيدان يجي يدرب الفريق الوطني عباك شحال يستخدم لك زيدان الا وحب يجي بينيفول، يقول لك عطيني طون نقولوا 200 الف يورو ولا 300 الف يورو للشهر نجي نخدم، راني في الجزائر في اصلي في بلادي. لكن هذه تاع زيدان وجاي للفريق الوطني صدقوني غير ما كاين منها وما تصرا وما تصراش. الفيرونار لو يجي يضربك للراس يضربك للراس، الفيرونار ما يلعبش معاك. الفيرونار فلوسه غاليه وغاليه بزاف، راهو ديجا مدرب في فريق نسوي هناك في فرنسا في فرنسا، وحاشا النعمه هذا الفيرونار قال لكم استناوني لشويه سما ما نطلقش، شد منا وشد منا شغل قرنيط شتو يجيو غير على الاموال يحبوا الاموال. انا الفيرونار كمدرب ما يعجبنيش والله ما عندوش ظهر، لا درب بالفريق تاع المروك هاكو شتو درب كانت عنده خطره الزهر دا لا كوب تاع مع زومبيا كيفاش داها على بلاش من تما كلاطا هو من بعد ولا فور ومن بعد ولا ما كاش ولا دوك مع النساء او يدرب فيهم. لا علينا خاوتنا الكرام حنا واش نقولوا كلمه اخيره لجمهورنا الكريم المحب لهذا الوطن، المحب لهذا الوطن جمال بالماضي لحد هاد الساعه وهاد الدقيقه مازال مدرب للفريق الوطني حسب العقد اللي عنده، لانه مازال ما فسخش العقد وتاويلات اللي خرجت هذيك تاع او قال ديميسيونيت وقال ما ديميسيونيتش واحد ما سمعها خلاص. انا مازال مش جمال بالماضي خرج للعالم وهضر في كونفيرونس دو بريس ولا دار فيديو ولا مانيش عارف، انا يقول لهم السلام عليكم انا ديميسيونيت من الفريق الوطني وسمحوا لي واني غلطت معاكم ومنا. لكن لحد الان جمال بالماضي لم يخرج من الفريق الوطني، بالنسبة إلي مازال العقد ديالو يساري حتى 2026. هذه هي خوتنا الكرام، ولو باش يخرجوه وهو مازال ما قالش هذيك حاجة ماشي مليحة، خلوا السيد هو اللي يخرج من الباب الواسع، ما تضايقوش عليه الخناق، ما تضايقوش عليه الخناق بالخرجات هذه السموم تاع الخرجات هذه اللي رانا نشوفوا فيها الابواق اللي راهي في البلاطوات دايره حاله. واحد قال لهم انا غير خسرنا غير تليمينينا، واحد قال لهم انا اليوم نهضر انا اليوم نهضر، واش تهضر؟ هذاك انسان جاب لك كوب دافريك، انت ما جبت والو، انت ما جبت والو، ما ديت والو، تهضر على انسان جاب لك كوب دافريك من مصر تنومها تنومها اي بلد ينومها. جاي تهضر على جمال بالماضي، جمال بالماضي أصاب وأخفق، لكن أرقامه تبقى خالدة ومكتوبة بأحرف من ذهب في الجزائر خوتنا الكرام. أكو شفتوا معنا اليوم فيديو وزدت وريت لكم البرسنتاج تاع الجمهور ديالي اللي راهو في القناة 91% محبدين متأثرين لذهب جمال بالماضي بهذيك الطريقة. هنا نعرفوا باللي الجماهير الجزائرية مش كلها اللي تكره جمال بالماضي، إلا البعض لي عمروهم على جمال بالماضي بالبلاطوات عمر 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 حتى وين طرقت كيما يقول لك الضغط ولد الانفجار. حنا نحبوك جمال بالماضي
ولا غير نحبوك، نحبوك كشخص، نحبوك كمدرب. ما انهزمت كاش اللي ما يخسرش، وكان ما تخسرش ما تتعلمش. لو اعطاوك الاتساع، انا نقولها بهذا المنبر في كلامي الاخير، لو اعطاوك اتساع واعطاوك بلاتفورم، والله ثم والله غير تروح بعيد. نعرف الضغط نعرفه مليح، والراحه نعرفها مليح. ديرها انت الا كتشوف فيا كيما تكون مرتاح، كيفاش تعيش حياتك لما تكون مضغوط، كيفاش تعيش حياتك. عملك ما تعملوش باتقان، خلي عليك يا 45 مليون جزائري كلهم انظارهم على جمال بالماضي، وزيد على ذلك بلاطوات اكثر من 20 او 15 بلا، اكثر من 15 او 20 بلاطو يوميا، سوشيال ميديا صفحات كلها تقصف في هذا المدرب اللي جاب لنا الفرحه لهذه البلاد. شكرا لكم، تابعونا في قناه عبدو سبور، فعلوا الجرس. سلام.